جربت تاكل خدود البقرة قبل كده؟ جربت تاكل خدود البقرة قبل كده؟ بعد ما استوت في 8 ساعات متواصلين، ولا البريسكت اللي بيتدخن في 16 ساعة؟ هي عبارة عن حتة لحمة صافي بتخش السموكر تقعد لها بتاع يومين تلاتة. طب لو عايز تاخد التجربة تعمل السجق ده معمول بتوابل تطلع بص يا ويلي مش قادر. لحمة بالعسل، انا بتعرض للعنف الجوسي. هيو اهلا بكم في فيديو جديد ومختلف، والمرة دي مختلف عشان احنا النهاردة في اول مطعم بيعمل لحمة مدخنة في مصر، وهنجرب من عنده الشورت ريبس والبريسكت، وبيعمل حاجة جديدة كده اسمها تشيكس، ومتحمس اخد التجربة. فيلا بينا نشوف الحوار ده. خلاص لما يجي حد يبقى يفتح. Look at that booty, show me the booty. لو سمحت انا عايز ارخص حاجة هنا. ايه؟ ايه؟ ايه لو هو عايز اللي هو اجرب كل حاجة. يلا بينا. العيش ده راجع منكو؟ لا ده داخل بالسمنة. السلام عليكم. ايه الدنيا؟ طب لو عايز تاخد التجربة تعمل. طب دلوقتي انا عايز من كل حاجة حاجة. عايزين واخد مشكل. راجل تقدر تفضل على الترابيزة وانا هظبطك. طب انا قاعد على ترابيزة 280. عشا حمام النهاردة. أغسل يدي في الماء والصابون. طيب لو عايزين نخد التجربة نعمل أدفايزر كده حاجة برضه تساعد. جميل بخرابي. أنا بشوفهم بقى أخير أعمل كده تشيل. طيب لو عايزين نخد التجربة نعمل إيه؟ ثواني أنا لسه ما خلصتش. لسه ما خلصتش. انا لسه ما خلصتش. ده المشكل ولع الدنيا. ده فلوس. انت بتعمل عرض بكرت البجع؟ ايه ده بيلعبوا معانا؟ جاب جامد الافيه. دي الشورت تريبس الدلوع، ودي البريسكت، وعندهم فراخ اوعى. بص يا اسطى يا جماعه السجق، عايزين بقى ايه ندوق الفراخ ونشوفها بتقول ايه. ايه ده يا اخي؟ استحلفك بالله ما تهزرش معايا. ولع الدنيا. ايه مش عايزين نجرب الفراخ بقى؟ اكلها على طريقه كابتن جبري، ننزل الدبوس يطلع فاضي. وعايزين نخد التجربة نعمل ايه؟ المكان اسمه دراجوز، على اول طريق اسكندرية الصحراوي قبل البوابات عند داند مول، بس الناحية التانية في بارك افينيون مول، وهو اول مكان بيعمل لحمة مدخنة في مصر، وبيدخلوا في السموك ده يتشوى بتاع 16 ساعة على خشب شجر التفاح، وعنده نوعين من اللحمة، اللي بالاحمر ده البريسكت، والار اي بي ده اللي هي الشورت غير سفنت بقى اللات تانية. بتشيكس بقى الخدود بس لسه عشان لسه جديد لسه ما اتلونتش بالله. طيب لو عايز اكل اعمل ايه؟ افضل خيار بالنسبة لي هو دراجوز تكساس ستايل ميل، عبارة عن 200 جرام لحمة بريسكت وقطعتين سجق مدخن مع فرنش فرايز وخضار سوتيه وعيش وصوص باربيكيو كروسلو وخيار وبصل. الوجبة دي تكفي واحد مستريح و200 جنيه. لا انا ماليش علاقه. ما ربنا معاك يا ابن. ربنا معاك يا حبيبي. او تجرب البولت سندوتش حنين اكتر وب 110. دي بقى ايه؟ دي اهم حاجه. بص يا خدود. انت بقى جربت لحم العسل قبل كده؟ لحمه بالعسل. نجرب. وهوبا هم يا جاب. ما انا مش فاهم. ايه الجرين صوص ده؟ مش دي ملوخيه؟ جرب يا عم بالجرين صوص.
بروكلي بقى بالعسل. الراجل ده عايز يهدي عليا. في ايه في ايه متوتر يا اسطى. وفي النهايه حبيت اوصل لكم ان مفيش حاجه خاصه بالاغنيه بس، وان احنا نقدر نخوض التجربه مش على قد فلوسنا بس بقل تكلفه ممكنه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان نشوف الفيديوهات الجايه. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب.